عدة مراحل يمر بها من أجل الحفاظ على جودته وفوائده الصحية. وعلى الرغم من أن الأدوات قد تغيرت عبر الزمن وتطورت، إلا أن الطرق بقيت على حالها لتعطي نفس الطعم الموصلي العتيق. أنا اسمي أحمد عبد رشيد خطاب، مهنتي بايع شرب الزبيب عبد رشيد. بالنسبة لهذه المهنة خدتها أبا عن جد. قبل كان ماكو مكاين يدقوا دق ويصفوا كيس يسمى كيس الشال. هسه لا هسه مختلفة، بس كله مكاين. زبيب، نعناع، وليمون دوزي وتفاصيل أخرى تساهم في إنتاج عصير يعد الصنف الأساسي في موائد الإفطار للعديد من الصائمين في مختلف المحافظات العراقية. نجيب الزبيب نخليه بالبراميل، نغسل مرة مرتين ثلاثة، بعدين نقب الماء، بعدين نطحن بالماكينة ويضاف البرميل مثل ما شفت، ويتخلى النعناع وينخبط اللي يصير يعني سائل هو النعناع، ونخليه للثلج حتى لا يحمض. شوف الثلج جوه مستوي قدامك. فالصبح بالأربعة أربعة ونص يصفى، بعد ما يصفى لك مرتين ثلاثة يصفى، بعدين بالمنخل نقوم نضيف لك الشكر والليمون اللي زين والصبغ. هذا كله قياس يعني، مو يجي واحد هكذا. هذا الزبيب مال السليمانية، والنعناع مال العقرب. جماعة الكركوك وبغداد بيسووه بالمنخل، مخل يصفوه بيديه بالمخل، احنا لا، احنا بالكيس. اول مره ينزل بيه قسم من النعناع من الزبيب، والثاني قاط، ثالث قاط بالمخل ينزل صافي. بعد ما نخلي شكر نجيبه على البراد، هم مخل ناعم بحيث ما يطلع بيه ولا حبايه نعناع. شهر رمضان على المائده لازم شرب الزبيب، يعني حتى من يقعد ياكل لو ما يشربه، بس المهم الدركه قدامه. شربة الزبيب عرف وصنع في الموصل منذ زمن بعيد، وتوارثته الأجيال وحافظت عليه وطورته وأضافت عليه وساهمت في انتشاره على نطاق واسع. والله وصل الشربة من الموصل، خاصة كان ويا نعناع من الموصل. أما إذا بدون نعناع على كركوك جنوب، والموصل معروف يعني بالشرز والحلويات والشربات. فأي أكل خاصة كان كباب أو معلاق أو كذا لازم معاه شربت. قبل اللي كانوا يبيعون شربت بالموصل خمسة بس، والدي الله يرحمه وصفه وعلوان وجهاد ومن شيخ عبار، أما الباقي كلهم من 20 سنة 25 سنة وجاي. يعني سعاني وأخوتي يعني قارب 14 محل بالموصل ما شربت، محل بالسكر اللي محلي، محل بالفاروق مال أخويا، دواسة خارج مال محمد أخويا، بالميثاق مال أخويا الأخ، بسمر مال اخويا الاخ، وبالزهور مال اخويا الاخ. فيعني كنا احنا بهاي الشغله مال الشربت، وكنا ما نعرف غيرها. يعني هاي شغلتنا احنا ابدا عن جد. اختيار مكونات العصير الطبيعيه ذات الجوده العاليه امر اساسي في الحفاظ على نكهته، فتجلب تلك المكونات من اماكن ومحافظات معينه، حرصا على اعطاء اجود انواع العصير. الزبيب مروب ليش؟ الساعة تخلي 50 كيلو زبيب هذا البرميل بدون نعناع ما يشرب، نهائيا ما يشرب. إذا ما ويا نعناع ونعناع ما الشمام الحقرة. أما قسم من أهل الشربة أكو مواد رخيصة الثمن، يعني ساكو نعناع مع الحقرة كيلو بثلاثة ثلاثة ونص، أكو مع الموصل كيلو بخمسمية دينار، أكو صبغ كيلو ب20 ألف، أكو صبغ كيلو ب5000 دينار، أكو زبيب طحلة كيلو ب1000 دينار، هذا كيلو ب4 وربع. فتختلف يعني المواد. يزداد الإقبال بشكل كبير على عصير الزبيب في شهر رمضان المبارك، وتتلاقفه الأيادي بعد طوابير انتظار قبل أذان المغرب. يساهم في ذلك سعره المناسب لمختلف شرائح وطبقات المجتمع، حيث يتراوح سعر كيس العصير إلى حوالي دولار واحد. هسه بالنسبة لشهر الزبيب يعني برمضان، إذا يبيع 50 كيس برتقال أبيع 250 كيس زبيب. حتى باقي الأيام بالقلاص إذا جوني 10 مشتريات 2 برتقال و8 زبيب.